يتوقع خبراء الأصاد أن يسود البلاد اليوم طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب على أغلب أنحاء الجمهورية، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وسيناء حتى شمال الصعيد. كما يشهد الطقس اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إلى جانب اضطراب في الملاحة البحرية. سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة صباح اليوم على محافظة الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إلا أن حركة الملاحة ببوغازية الإسكندرية والدخيلة لم تتأثر. هذا وتشهد الإسكندرية حاليا نوة عيد الميلاد، وهي نوة تصحبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح غربية وتستمر لمدة يومين. ومن جانبها دفعت المحافظة وشركة الصرف الصحي بسيارات لسحب المياه، كما عززت مديرية الأمن من الخدمات المرورية لتسيير وتسهيل حركة المشاة. وللوقوف على حالة الطقس ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية. دكتور أحمد، أهلا بك معنا على شاشة تن تي في، وكل عام وأنت بخير. يعني إذا ما كان بإمكانك أن تطلعنا على أحوال الطقس في الأسبوع القادم، يعني حتى نأخذ احتياطاتنا، خاصة وأن هناك انخفاض شديد بدرجة الحرارة تشهده جميع أنحاء البلد الآن. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وتهنئة من القلب إلى جميع المصريين ولمصرنا الحبيبة بالعام الجديد، يجعله دائما خير على مصر إن شاء الله. أما عن حالة الطقس، إحنا اليوم بنشهد حالة من عدم الاستقرار هتستمر معنا، حتى تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بأمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وبعض محافظات الوجه البحري، وتصل إلى القاهرة، تبقى خفيفة إلى متوسطة بعد ظهر اليوم. وعن غدا هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع هذه الأمطار ونشاط الرياح، يؤدي إحساسنا ببرودة الطقس، والرياح شديدة بتؤدي إلى البحار حكون مضطربة أيضا. دكتور أحمد، يعني إذا ما كان أيضا بإمكانك أن تطلعنا على حالة الشبورة، خاصة ونحن يعني على مشارف هذه الإجازة، ويتوقع أن يعني يسافر العديد من المصريين داخل المحافظات عبر الطرق السريعة. بنحذر طبعا من الشبورة المائية في الصباح الباكر، وفي حالة الأمطار أيضا بنحذر من السادة السائقين توخي أقصى درجات الحذر أثناء الأمطار، حيث تكون الأرض زلقة مما يؤدي إلى عدم التحكم في السيارة. الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.